السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اصابع البطاطس المقرمشة المقلية، جميلة جدا بطريقة جديدة وهتعجبكم جدا ان شاء الله. ممكن تعملوها للولاد ياخدوها معاهم في المدرسة، هتبقى رائعة، احسن من الشيبسي اللي بيشتروه جاهز ده، وهيبقى مغذي ومفيد وعارفين على الاقل هو معمول ازاي. هنشوف المقادير ان شاء الله مع بعض هتكون عبارة عن ايه. معايا هنا حبايب قلبي بطاطسايه سلقها بقشرها علشان ما تشربش ميه كتير، انا عايزاها تكون ناشفه مش تكون شاربه ميه كتير. دي بطاطسايه اهي حوالي 210 جرام سلقتها بقشرتها وقشرتها معايا بالمنظر ده. معايا كوبايه كبيره من الدقيق، دي كوبايه كبيره من الدقيق نخلاها، ومعايا نص كوبايه من النشا. طبعا كوبايه الدقيق ونص كوبايه النشا بالكوبايات المعياريه بتاعتي دي يا جماعه، بس انتوا ممكن تستعملوا كوبايات عاديه خالص اللي هي المج بتاع الشاي العادي ده. هنشوف ان شاء الله هنحط ايه مع البطاطس. معايا هنا معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، ربع معلقه صغيره من الكركم، ربع معلقه صغيره من البابريكا. حضرتك ممكن تحطي اي بهارات انت حباها او عايزاها. طب ان شاء الله التنفيذ هيكون ازاي؟ انا هقطع البطاطايه دي معايا واحطها في الكبه وافرمها جامد قوي مع البهارات دي يا جماعه لما تبقى ناعمه خالص وسلسه كده معايا، وان شاء الله بس هفرمها في الكبه وهرجع لكم تاني. ورجعت تاني حبايبي بعد ما فرمت البطاطس معايا بالشكل ده في الكبه. عايزه اقول لكم ان انا وانا بفرمه لقيته في كلكع صغيره كده، مرضتش ابدا انها تتفرم في بالسلاح بتاع الكبه، فحطت لها يا حبايبي معلقتين كبار من الميه فانخفقت معايا كويس قوي، بقت بوريه معايا بالشكل ده. طبعا معايا معلقه صغيره نسيت اقول عليها في المقادير في الاول من البيكنج باودر، معلقه صغيره كده ايه مليانه من البيكنج باودر، فاحطها كده اهي على الخليط كده على طول. وهبدأ ان شاء الله بوضع النشا الاول، احط نص كوباية النشا وهقلب الكلام ده. طبعا ايه الدقيق معاكي جنبك، لو لقيت العجينة سايحة يعني اخدت كوباية الدقيق ونص كوباية النشا ولقيتيها لسه بتلزق ومحتاجة دقيق بتضيفي لها دقيق، لان اللي طبعا الدقيق بيختلف من مكان لمكان في شرب السوائل يعني، فممكن دقيق بيشرب السوائل بسرعة وممكن دقيق ما يشربش السوائل ايه كلها، فبنضطر ان احنا نضيف دقيق تاني. فانا طبعا الدقيق بتاعي ده انا للامانة يعني انا بستعمل دايما في كل وصفاتي دقيق القمح مش الدقيق الابيض الفينو، فبستعمل دقيق القمح، ودقيق القمح ده ما بيشربش سوائل عندي كتير. فانا جايبة كوباية كبيرة جنبي اهي هحطها كلها الاول كده، وبعدين هشوف لو لقيت الخليط بتاعي محتاج دقيق تاني هجيب له واحط له دقيق تاني لحد ما يتكون عندي عجينة لينة مش بتلزق. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الكركم هو اللي اعطيها اللون الذهبي ده. طبعا لو حضرتك مش حابة ان انت تحط عليه اي حاجة بتكتفي يا حبايبي بس بالملح وخلاص، لكن انا حبيت ان انا اديله الطعم كده وريحة فحطيت له الحاجات دي، وهيعجبكم جدا ان شاء الله. هنزل كده الكلام ده الاول من على الاسباتيولا وابدأ اعمل بايدي علشان اشوف ملمس العجين. هي شكلها طرية لسه بتلزق اهي في ايدي، فهروح اجيب شوية دقيق وهاجي ان شاء الله. ورجعت تاني حبايبي جبت كوباية دقيق اهي، هبدأ ان شاء الله ايه هحط كده معلقة معلقة او معلقتين، احط معلقتين وابدأ كده بسم الله اشتغل بايدي علشان اشوف ملمس العجينة معايا هيكون شكله عامل ازاي، لان طبعا لازم تتحس بالايد، ما ينفعش ان احنا نفضل نعجنها كده بايه بمعلقة، فلازم نحسها بايدينا كده مش عايزينها بتلزق، احنا عايزينها عجينة. وطبعا بعد ما نعجنها
هنسيبها ربع ساعة ترتاح، لازم تسيبوها ربع ساعة ترتاح قبل ما نبدأ تشكيل وإيه وقليها إن شاء الله. ننظف كده الطبق حوالينا، نحط معلقة من الدقيق، وتعجني انا هعجنها يا جماعة. انا طبعا زي ما قلت لكم جبت كوباية دقيق، فانا هعجنها واخلصها واقول لكم هي اخدت قد ايه من كوباية الدقيق، بس عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما عجنت العجينة، زي ما انتم شايفين كده عجينة طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد، اخدت مني حبايبي كوباية الدقيق كلها كاملة، يعني اخدت مني كوبايتين دقيق ونص كوباية من النشا. خلاص هسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. شايفين العجينة عاملة ازاي حبايبي؟ ده شكل العجينة، عجينة طرية ومش بتلزق، هنسيبها ان شاء الله يعني مش بتلزق في ايدك، ما بتطلعش في ايدك اهي، بس في نفس الوقت طرية. هسيبها ان شاء الله ترتاح لمدة ربع ساعة حبايبي، ونرجع نشكلها مع بعض ونشوف هنعملها بقى ان شاء الله هنقليها ازاي ويبقى شكلها عامل ازاي، فانتظرونا. يا حبايبي فات حوالي يعني هنقول بقى لي تلت ساعة سايباها ترتاح. طبعا العجينة دي يعني انا مش هبططها كلها، في ايه هاخد نصها كده الاول، هاخد نصها افرده والنص التاني هعينه دلوقتي، العين هتبقى كبيرة على البلانشة، فهحطها كده ايه على جنب. انتوا شايفين كده اهي، وهجيب شويه نشا صغيرين ارش كده ايه عشان ما تلزقش مني. وطبعا انا بفردها على كيس علشان لما اجي اشتلها تبقى تشتل مني بسهولة وما تتكسرش في ايدي. هجيب كده النشابة وافردها على قد ما اقدر كده، وعايزاها بسمك ايه نص سنتي، افردها كده على قد ما اقدر. فردتها حبايبي على قد ما اقدر خالص اهو، هوريكم السمك بتاعها تبقى بالسمك ده كده زي ما انتوا شايفين، حوالي ايه نص سنتي كده. هبدا كده معايا القطاعه يا جماعه اللي هي بتبقى مش هنشره بالشكل ده كده عشان عايزين شكل ليه للاصابع، وهبدا كده باذن الله ايه الحتة دي مش مشكلة كده، نبدأ أصابع، عايزاها أصابع ايه زي ما انت عايزة، عايزاها رفيعة، عايزاها تكون عريضة زي ما انت عايزة. انا بعملها بحوالي عرض سنتي، زي ما انت شفتوا كده التقطيع هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا لو مش مبسطره ايدك ميزان هتقطعي كله وتخلصي، وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي انا خلصتها التقطيع، هبدا بقى ايه اقطعها بالنص اصابع كده ايه بالنص، علشان هتبقى طويله جدا فانا هقسمها بالنص كده ايه اهي زي ما انتوا شايفين كده، يبقى كده ايه انا قطعتها بالنص، وان شاء الله نبدا كده فقليها مع بعض. انا حاطه الزيت على النار يسخن عما كنت افردها واقطعها، زي ما انتوا شايفين هنبدا كده، شايفين بتشال بكل سهوله، احاول كده ان انا ايه انفض من عليها النشا، ونبدا نحطها في المقلايه كده ايه مع بعض في زيت سخن، بس مش سخن قوي علشان ما تتحرقش بسرعه. نروح كده في المقلايه ونبدا قلي ان شاء الله.
ده في الزيت اهي عشان نختبره ونسمي بسم الله ونبدأ ان احنا نحط العجين بتاعنا كده واحدة واحدة في قلب المقلاية زي ما انتوا شايفين. الزيت ما يكونش سخن قوي علشان ما العجينة بتاعتنا ما تتحرقش مننا بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده بدأت انها تنتفخ معايا اهي، اللي اول حاجة حطيتها بدأت تنتفخ، ونحاول كده نقلبها عشان بتاخد لون بسرعة. زي ما انتوا شايفين بتنتفخ معايا زي عجينة لقمة القاضي النقيطة يعني، او ايه الدوناتس بتنتفخ معايا. نحاول نقلبها كلها كده لما تاخد كلها لون ذهبي. بسم الله مش عارفه تقلبي ليه. دي لسه اخر واحده حطاها، لسه طريه ما نشفتش شويه، هسيبها وهبدا ان شاء الله كده ايه اقلي كل الكميه اللي معايا حبايبي. لما تاخد لون ذهبي بنطلعها لونها ذهبي ما بنغمقهاش، انتوا شايفين كده، ونفضل نقلب فيها طول ما هي على النار لحد ما تاخد اللون المطلوب معانا، ونطلعها على مناديل مطبخ تشرب الزيت اللي فيها. لو مش هيبقى فيها زيت بس يعني ايه زيادة امان وكده. فان شاء الله هخلص الكمية حبايب قلبي قل عشان ما طولش عليكم الفيديو. انتوا شفتوا الطريقة اهي، ونرجع نشوفها مع بعض هيكون شكلها عامل ازاي، فانتظروني. بس يا حبايب قلبي انا خلصت الكميه معايا اهي، بسم الله ما شاء الله عملت لي كميه جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده. نشوف مع بعض كده عن قرب، اهي عن قرب حبايبي زي ما انتوا شايفين كده الكميه كلها اهي، عملت معايا كميه رائعه والطعم مش قادره اوصفه لكم والله العظيم ما شاء الله رائع. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا لسه مطلعه اخر مقليه دي يعني ما حطتهاش على المناديل، حبيت بس اطلعها بسرعه كده زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله عملت كميه من الاصابع، وكميه تانية عملتها اشكال قلوب ومربعات صغيره زي كده وورود، وعملت دولفين، وعملت عربيات اللي هي الاشكال دي يا جماعه اللي هي دي اللي هي الاشكالات دي قطعت بيها. خلى اطفالك كده يحبوا الحاجه هم بياكلوها. وقطعت البسكويت دي يعني عملت بيها برضو الكبيره والصغيره، لسه ما غسلتهمش طبعا بس حبيت اوريهم لكم. شايفين المربعات منفوخه ازاي؟ زي ما قلت لكم بتبقى عامله زي النقيطه او الدوناتس بتتنفخ يعني. شايفين برضو الاصابع معايا منفوخه اهي زي ما انتوا شايفين اهي، وده شكلها من جوه بيضة وجميلة جدا ومستوية اهي زي ما انتوا شايفين كده. فيها قرشة جميلة، دي يا حبايبي تتاكل بقى مع مايونيز وكاتشب، بتبقى وجبة رائعة وطعمها لذيذ جدا. اعملوا لأولادكم كل حاجة في البيت، ما تخلوهمش يشتروا حاجات من اللي فيها مواد حافظة وما احناش عارفين هم حاطين فيها ايه من برا. ويا رب حبايبي تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.